اي منطقه. ومن قال لك انه داعش لا يشكل خطر؟ ربما يدخل من سوريا. هاي شنو؟ يعني هنالك ليش القوات الامريكيه اذا يدخل من سوريا؟ ليش ده يدخل هو؟ خلي يكمل بالاساس. لا 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 لو سمحت خلي يكمل. هو يقول موجودين على بعض انا ما قاطعتك. فبالتالي انه لازم اكو تواجد امريكي. ما يخاف استاذ القيس خلي يكمل خلي يكمل فكرة. تفضل استاذ عدي انا ما قاطعته. صح كمل تفضل. ما قاطعته. اولا وجود القوات يعني كيف يروحون الى مناطقهم وعندما احتياط وعندما يكون هناك خطر ياتون؟ يعني هذا بعد خراب مكه يعني مثلا بعد يعني خراب يعني هذا اعتقد منطق عجيب غريب. يعني كيف انه انا من حقي اتواجد في اي منطقه؟ انا قوات عراقيه وانا اتصدى لاي هجوم ارهابي، لا احتاج الى وجود قوات امريكيه. اتفق وياك بس الحكومه تقول انتفت الحاجه، انكسر داعش، انا عندي اعلان نصر صار له 7 سنوات. نعم لكن انا مع ذلك انا اتحضر وقواتي متهيئه على الحدود لمتابعه اي دخول او تسريب ارهابي الى داخل العراق. اذا القوات العراقيه موجوده ولا تشكل اي تهديد لاي يعني الداخل. يتحدث لك عن فصائل، ماذا يقول لك حشد؟ يقول لك فصائل. اي فصائل شنو شنو اللي بهم هسه الحشد؟ امن نعم الفصائل شنو الفصائل؟ الفصائل لو اولا الولايات المتحده انا اقول لن تنسحب حتى لو تم القضاء على لا سمح الله على الفصائل والحشد الشعبي، لان بقائها هو للاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه والهيمنه المنطقه، وليس هي تتحجج بوجود داعش وتتحجج بوجود ما يسمى بميليشيات تابعه لايران وغيرها، ولكن هي تريد البقاء اكثر مده ممكنه بغض النظر عن وجود طيب فصائل او